من منا لا يحب أفلام الأبطال الخارقين؟ حتى من لا يحبهم لا شك بأنه سمع بهم أو حتى شاهد إعلاناتهم، وهو يكاد يكون على يقين بأنه لا يحب هذه الأفلام لأنها لا تمت للواقع بصلة. ولكن مع التطور والثورة التكنولوجية التي نشهدها كل يوم، يصبح هذا الأمر أقرب إلى الواقع رويداً. بطلنا الخارق الذي بدأ يتحول إلى حقيقة هو آيرون مان، ولعله سيصبح رياضة عالمية أيضا. فقد كشف ريتشارد براونينغ مخترع البذلة النفاثة التي تشبه بذلة آيرون مان إلى حد كبير عن خطط لتشكيل سلسلة سباقات دولية يشارك فيها مشاهير وشخصيات رياضية ويكسرون قواعد الفيزياء كما نعرفها في مواقع بحرية في جميع أنحاء العالم. براونينغ قال بأن الأمر سيبدو وكأنه مزيج بين سباقات ريد بول الهوائية في قصة الرجل الحديدي أو آيرون مان، وأن الخطة ستشهد قيام الطيارين بالسباق ببدلات جيت 1500 ضد بعضهم البعض، ليكون ذلك أشبه بالاندماج بين الإنسان والآلة، وكذلك لمعرفة السرعة والمدى الذي يمكن لهم تخطيه في بيئة آمنة. Very excited about this. I mean, we're actually here today, kind of showcasing some of the elements of what that's going to consist of. But it's just going to be a really fascinating melting pot of human and machine against each other, seeing how fast and how far you can push those boundaries, but in a safe environment over water.